انت ما كنت موجود في المقصه الدنيا تمام، موجود في سيراميكا الدنيا تمام، والكلام لا احمد محسن باك شمال كويس الدنيا تمام، رحت الاسماعيلي على المفروض بقى ان الموهبه دي هتنفجر. وفي نادي كبير اللي هو نادي وانا اللي الاسماعيلي، انفجرت مش الموهبه اللي واضح ان انفجرت. بالظبط كده ايه اللي حصل. يعني طبعا كان في سوء توفيق ليا هناك جدا في النادي الاسماعيلي. هو انا عامه انا ما لعبتش في النادي، يعني ما خدتش فرصه كامله في النادي خالص، في النادي الاسماعيلي يعني ما لعبتش 3 ماتشات ورا بعض مثلا في الدوري. يعني انا رايح النادي الاسماعيلي اكتر باك ليفت لعب في الدوري في اخر 3 مواسم، بس اخر سنه ليا في سيراميكا في المقصه اكتر باك ليفت لعب في الدوري المصري معلول عشان ماتشات افريقيا. الدوري هو اتصاب في السنتين، اتصاب فتره يعني اصابه كانت طويله شويه، فقعد عدد ماتشات كتير ما لعبش. انا كنت بلعب باستمرار، يعني انا السنه الاخيره اللي انا رحت فيها الاسماعيلي انا لاعب 39 ماتش، 32 في الدوري و5 كاس رابطه 37 و2 كاس مصر 39 ماتش، وقبلها 35 وقبلها في المقصه تقريبا 32. وانت كنت شايف كنت رايح في حته كويسه وكان في عروض كويسه وكنت ماشي بطريقه كويسه، بس لما رحت النادي الاسماعيلي انا مش عارف ايه اللي حصل. انا مش يعني انا ما باخدش فرصه كامله في النادي هناك، يعني اثبت لهم قدراتي وامكانياتي ان انا اقدر اساعد النادي، ان انا اقدر افيد النادي. انا ما خدتش الفرصه دي خالص في النادي. فكره ان اللعيب اللي يكون بيلعب في انديه غير جماهيريه ويروح لنادي جماهيري بتبقى مختلفه، هل ده اثر عليك؟ هي بتبقى مختلفه طبعا. موضوع ان يبقى فيه جمهور الموضوع ممكن يؤثر، بس يؤثر على لعيبه ضعيفه الشخصيه. انا بطالب ان انا العب، انا مش ضعيف شخصيا، انا عايز العب يا جماعه. انا بقول لهم كده يا جماعه انا عايز احارب مع النادي الاسماعيلي يا جماعه، ادوني فرصه العب، وبعد ما العب لو وحش اقعد يا محسن، انت مش قد النادي الاسماعيلي، انت مش هتفيد النادي الاسماعيلي، بس انت تبقى بنيت الفكره على اساس انت شفت اللاعب ده فلعب مثلا 3 4 5 ماتشات 90 دقيقه، وبعد الخمس ماتشات 90 دقيقه ابيض. لكن انا لو لعبت 5 ماتشات في النادي الاسماعيلي ما كسبتش الفرقه ماتشين منهم، طب انا اقعد بقى اروح اقعد في البيت.